سجل الفريق الملكي للقدرة نتائج إيجابية في سباق المجر الدولي لمسافة 120 كيلومتر و100 كيلومتر. من جهته أكد الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة قاد الفريق لتحقيق المراكز الأولى في سباق المجر الدولي لمسافة 120 كيلومتر، مشيرا إلى أن حنكة وخبرة سموه لعبت دورا رئيسا في تحقيق هذه النتائج الطيبة. وأوضح الدكتور خالد أحمد حسن أن الفريق وصل إلى كامل الجاهزية للمشاركة في بطولة العالم في مونابيز بفرنسا شهر سبتمبر القادم بعد أن سجل مشاركة إيجابية كبيرة طوال الموسم الأوروبي. وكان الفريق الملكي للقدرة حقق نتائج طيبة في سباق 120 كيلومتر تمثلت بتحقيق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المركز الأول ومحمد الهاشمي المركز الثاني وعثمان العوضي المركز الثالث، فيما جاء سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة في المركز الرابع والفارس جابر بدر في المركز الخامس ومعيوف الرميحي في المركز السادس وحل الشيخ محمد بن مبارك الخليفة في المركز السابع، فيما احتل المركز الثامن الفارس حمد عيسى الجناحي والفارس جعفر ميرزا المركز التاسع، وحقق الفارس عيسى العنزي المركز الأول في سباق 120 كيلومتر لفئة الشباب والفارس سلمان عيسى جاء في المركز الثاني في سباق 100 كيلومتر.